جوي قطبي شديد تعرض له المنطقه امس الاربعاء، قامت بعقد اجتماع طارئ للجنه وطواقمها لاخذ الاحتياطات اللازمه والاستفاده من الدروس المستفاده فيما يتعلق بالمنخفضات الجويه السابقه. اللجنه اعلنت حاله الاستنفار القصوى في صفوف طواقمها والياتها ومضخاتها المتنقله، يعني تحسبا للمنخفض الجوي الحالي. قامت اللجنه باعاده توزيع ونشر فرقها والياتها ميدانيا في المناطق الساخنه والمنخفضه في المدينه بناء على خطه الطوارئ المعده مسبقا منذ ما قبل فصل الشتاء. طواقم لجنه الطوارئ تعمل منذ بدايه المنخفض وحتى هذه اللحظه على مدار الساعه للتخفيف من اي اشكاليه، من حده اي اشكاليات قد تظهر نتيجه تساقط الامطار والتعامل مع اي اثار سلبيه للمنخفض ومعالجه اي اشكاليات طارئه قد تظهر في المناطق التي انتشرت فيها وهي المناطق الساخنه والمناطق المنخفضه. هذه الفرق وزعت بناء على الخطه التي قسمت المدينه الى اربعه اقسام، لكل قسم هذه الاقسام مسؤول يتبع له فريق ميداني لديه الصلاحيه باخذ ما يعني لديه الصلاحيه في التعامل الميداني مع اي اشكاليه، ولديه صلاحيه استخدام معدات ومقدرات واليات البلديه بالتعاون وبالتنسيق الكامل مع غرفه الطوارئ التابعه للجنه. ايضا كان عده خطوات احترازيه واستباقيه للمنخفض الجوي الحالي قامت بها لجنه الطوارئ بناء على عمليه التقييم الميداني لاوضاع المدينه وخاصه بعد المنخفضات الماضيه، حيث قامت البلديه بتجهيز برك تجميع مياه الامطار ويعني تقليل مستوى مياه الامطار بداخل هذه البرك. بالاضافه الى ذلك قامت ايضا يعني اللجنه بنشر المضخات المتنقله في بعض المناطق الساخنه للتخفيف من الاشكاليات في هذه المناطق، خاصه اننا نتحدث عن 7 أو 8 مناطق اعلنت عنها لجنه الطوارئ بعد العدوان الاسرائيلي الاخير عن هذه المناطق، فتشكل تحديا امام الاعمال البلديه في المنخفضات الجويه وخاصه فصل الشتاء. يعني لا يوجد أي إشكاليات كبيرة يمكن أن تذكر، الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة. طواقم البلدية تعمل ميدانية منذ بداية المنخفض وحتى هذه اللحظة لم تغادر الميدان، لم يسجل أي أضرار كبيرة في مدينة غزة. قبل قليل كنا في جولة ميدانية على كافة المناطق المنخفضة والساخنة وبرك تجميع مياه